يعني بنت تبهدلك كل البهدلة دي عشان كل اللي عمله أبوها نوافق على عريس وجوزها له، أمر بيبقى صعب جدا. طبعا أنا مش عارفة أقول لحضرتك إيه، أسماء وزينة التربية والأخلاق. الله يخليك يا أستاذ، أنت نورتيني وشرفتني. الله يخليك. الناس دول جولك إزاي؟ الناس دول يعني هم جيراننا في البيت، وخالته اجت لمراتي وكلمتها وابن اختي وحلو ومش عارف ايه وكان ومان، والمهم رحبنا وجابوا خاله وجال على البيت. قال لي ايه المطلوب من محمد؟ قلت يا عم انا بشتري راجل، مش بشتري حاجات ولا كان ولا مهن، انا بشتري راجل يصير لحم، فاهمه؟ انت قلت له بشتري راجل؟ والله العظيم انا قلت للشيخ ابراهيم الغزولي مربي دجن تركي ده اهو يا استاذ، دجن تركي ده اهو، خلي بالك، بقول قال الله وقال الرسول، خلي بالك. وبعدين قلت له انا بشتري راجل، مش بشتري يعني حاجات ولا بشتري محتاجات، ماشي. واتفقنا على كده، وايده جابوا الشبكه، وهم اخواله اللي حاضرين، اهل الولد مش بيحضروا. وسالنا سالنا عليه، قالوا حلو. اهل الولد من ابوه؟ اهل الولد من ابوه، مش بيحضروا. ليه؟ من بلد جنبينا من اسمها السماكين، مش بحضره لان ام الولا طارده ابوه، خلي بالكي، وابوه كان بيسافر، واحنا مش يعني مش محتكين بيهم قوي، يعني احنا محتكين باخوالهم. واجا ووافقنا، وربنا رود وعمل الشبكه ووافقنا على الفرح وعملنا كل حاجه، خلي بالك. واتجوزوا وقعدت بتاع سنه او سنه واربع شهور، خلي بالك، واجت حبلت واجت تولد، ولدوها واحنا مش موجودين برضه. ورحنا وكانوا يجوا اخواتي عشان يحضروا، يعني يروحوا يعني بعد الميلاد، برضه محمد دي رفض، قال لا، وامه رفضت، قلنا ماشي. فطبعا البنت لما جت وقلت، وبعدين يعني جايه زياره عاديه يعني، فاخواتها البنات قعدوا معاها ويسالوها، قالوا لها، فهي حكت لهم يعني بتنضرب. وكان في يوم من الايام ضربها امها، ام محمد ضربتها، وبعدين اجت تقول لمحمد، محمد اتفزع لها وضربها، طفشت طلعت فوق على السلم في العماره فوق. محمد افندي راح نازل قاعد يدور عليها تحت مش لقيها، طلع فوق لقاها قاعده على السلم خايفه، ما مش تعرف حاجه في العاش، وعايزه غلبانه، هقول لك لا هي غلبانه. جابها راح منومها وحاطط رجله على رقبتها وقاعد يضرب بها في رجل، وهي والده، وكانت ربنا قدره عليه، وكان قاعد في شقه امه حكمت عليه ينقل في الشقه اللي هم قاعدين فيها هو واخوه. كان اخوه لسه مش اتجوز يا باشا، اخوه كان لسه عازب، قاعد في اوضه وهو في اوضه، وهي كانت بتنام في الصاله اسماء مع امه، مراته بنومه مع امه في الصاله. والله اهي هي اللي تقول. انت جايبه راح فين؟ والله العظيم انا ما اعرف حاجه عن الفرش، الفرش اتكوم وراح فين، باعه الله اعلم بيه. وبعد كده انا غضبتها ورفعت جواز عليه، وكان ايجا كانت جايبه ابنها معاها، ايجا خطفه من عندي من البيت. هو بيشتغل فين؟ بيشتغل في الرخام. فين في الرخام؟ مصنع ايه؟ لا مش شغال في مصنع، عامل رخام كده. سيادتك عاوزه تعملي مطبخ بيطلع يعمله لك، عاوزه مش عارف ايه وكده يعني، مش اكتر من كده. فطبعا رفعنا جواز والكلام من دوت، وحكمت للولد بالنفقه، خلي بال سيادتك، وحكمت لاسماء. فهم رجعوا روح ينزلوا بفلوس، راح لم الدور مع المحاميين ومع خاله برضه وكلام من دوت، وايده، وقلنا ماشي نصلح. وما إيه عند البيت، وقعدنا مع الناس كلها، كان خاله ابراهيم ده، وجاب واحد اسمه الشبراو برضه مربى دجنه، والشيخ حسن مربى دجنه، وجوز المحامين، وإيجوا وقعدوا وقلت كلمتين اتنين. قلت يا جماعه لو كان محمد جاي ياخد بنتي عشان يعني ولا مؤاخذه تحبل منه ويرجع يغضبها تاني يبقى بلاش. يعني انت كنت خايف من ده؟ والله، وحكيت لهم كده بالتفصيل، قلت لهم لو كان محمد جاي ياخد بنتي يحبلها وترجع لي حامل وكده يبقى خلينا كده كل واحد في حاله وخلاص ونطلق بقى. فقالوا لا خالص بقى، دق على صدره يا باشا كده، لا ابن اختي اتعدل وانظبط وكل حاجه عندي انا، دي ابراهيم الغزولي الراجل الموظف في معهد الدين، خلي بالك سيادتك.
قلنا ماشي، وقال لها اسمها مش هتمشي لما يعمل لها شقه تاني. خجلت وراح فعلا اتاجر شقه اللي هي في ال 14 في العاشر ديت، غرب العاشر. واختها راحت شافتها، شافت الشقه وكده، واجا المحامي بتاعه خد اسماء وخد محمد وراحت نزلها عن الجواز اللي كنا عاملينه في المركز حاليا في الحسينيه، خلي بالكي، وخدوا اسماء ومش ما سابوهاش تعيش. ليه بقى؟ محمد بقى خد اسماء من عند من البيت ده، ولا مؤاخذه الحجن اللي هي منع الحبل دي، واحنا ما نعرفش يعني، انا ابوها ما عرفش بالكلام ده، رغم اللي انا بعدها بعد ما مشيت من عندي ب 15 يوم او 20 يوم خدت زياره ورحت لها انا وامها واخواتها كلها. رحنا. عندك كم بنت؟ عندي اربع بنات.